يعني استراتية غلاس عشان كذا زابو داير ستيفن كوري لحاله وش تتوقع او ماي جاد الباص والله باص ودنك جميل او ماي جاد ستيفن كوري اول ذا واي الله يا ليبرون الاسيست يقول لك غوبر ترى ما احنا زعلانين بعض ستيفن كوري هيز كوكين الشيف اوكي اليوب الله يا الاليوب بعيد والله اوكي اي سي يو هاردن اليوب نايس اوكي المرتده اوكي ليبرون واو ليبرون جيلن ليبرون لنفسه لو لعبها فوق بس شوي زايون يا السرعة ويا زيون لوكا ما شاء الله يانس يلا ودا برا يانس اليوب الله يا كريستو ستيف يا مجنون جيمس هارن لعبته انت كومبو الى الله 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 يانس شوف وكري اليوب يا مجنون يا كريس جيمين ليلارد من ورا النص يا مجنون يا ليلارد الله عليك يا مجنون ستيفن من بعد النص بخطوة ليلارد سويها انا اسويها ليلارد سويها انا اسويها مجانين اوكي الربع الاخير ممكن هذا الفيديو لا يرى النور لان الربع الاخير ممكن ما يكون ممتع بس الربع الاخير اللي وصل الى 170 قبل فريق ليبرون اوريدي متقدم فارق اتوقع فوق 20 نقطه ففي احتماليه انه ما يكون في متعه اساسا يلا بسم الله خلينا نشوف يعني فريق ليبرون يحتاج 24 نقطه بس عشان يفوز فريق دورانت يحتاج يسجل 45 نقطه عشان يفوز لازم يسجل هذا 45 قبل ما يسجلهم فريق ليبرون ال 24 ف يلا بي جي ثلاثية يبقى عليهم 21 نقطة اوكي يلا سجل خلها تقرب شوي المباراة سجل اند وان 3 اند وان واو جيلن براون لبرونز لافز لا ما هي لك حلو بول جورج اند لا مولعين فريق لبرون مولع كايري والله سيف ممتاز لازم تسجل لعبة حلوة لازم تسجل كوري ستيف تو ايزي كريس بول فلور جنرال مع هالمسدد تو ايزي اند وان كايري ايرفينج تيتم اوكي جيسون قربوها بس باقي فرق باقي اكثر من جاب الام في بي كوبي بيتي وبتيت اربع ليبرون جيمس ثلاث ما بيجيبها اليوم اكيد ما لعب لحد 12 دقيقه كواي ان كواي ديفيد ليلارد خوفهم بالثلاثيه ديمين خوفهم ديمين ليلارد فين هيها بين هي هدي اللي نرد عليهم اوكي اي سي برادلي بيل ثلاثيتين باقي لهم فريق ليبرون هذه واحده منهم هذه واحده باقي واحده وتنتهي المباراه انا هو بثلاث اربع دقائق بس كاري من النص من هنا شوت اوكي افا نبي نهايه كذا حلوه ديمين لارد الان انت نيكست ديمين ليلر تكفى شوت من النص تكفى شوت شوت انهيها ديمين ليلر يلعب
يا مجنون يا خرافي يا دايم يلي. والله تايم والله دايم تايم والله كلاتش تايم والله خرافي هالولد. هذا الشيء غير طبيعي، هذا أدمي غير طبيعي. أخذ خطوة قدام الخط، أخذ خطوة بس قدام الخط، شوف أخذ خطوة. يا الله يا الله غير طبيعي غير طبيعي. لا تقول لي مباراة كل النجوم مباراة ودية، ما يهم. هذا اللي قاعد نسويه شيء غير طبيعي، والله شيء غير طبيعي. جيمي ليلارد يا مجنون يا مجنون، خرافي خرافي خرافي. جيمي ليلارد نهاية يعني بايخة بشكل عام، المباراة بايخة 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 بايخة. يعني في كم لقطة كذا بس إنه ما هي مباراة، هذه ما هي مباراة، يعني شيء استعراض يعني عشان نكون في الصورة. صياد يانس الـ MVP أكيد أكيد بيعطوا الـ MVP، أوكي مفروض يعطوا الـ MVP، لازم يعطوا الـ MVP. 5-16 سهاربون يا الخير ما ضيع ولا كورة. من الجهة الثانية ستيفن كاري كان بعد يستاهل الـ MVP، بس يانس قبله. ستيفن كاري حقق بعد أشياء كثيرة مميزة حقيقة. 28-10 متصدع 8-16 4 ريبون، شيء مميز جدا بعد اللي سواه ستيفن كاري، كان ممتع ممتع. جائزة الـ MVP لا يانس، يانس يسوي نفسه متفاجئ. لا والله يا شيخ لا والله او مي نو يانس كمان يو نيو ات ها، استاهلها 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 يانس. ضبطك لبرون فريق ما تحلم به، هذه زوجته وولده. هلا الصربي الصربي دمه خفيف، الدب الصربي دمه خفيف. اما يانس يستاهل الجائزه.